جون كوك عضو فرقة بي تي إس يتجه لقطر للترويج لكأس عالم قطر 2022 بعد فشل آخر أغاني الرسمية للترويج لكأس عالم قطر 2022. وفي التفاصيل، بعد أقل من أسبوعين من إصدار وكالة بيج هيت الموسيقية عن خطط أعضاء فرقة بي تي إس لأداء الخدمة العسكرية وإصدار جيل لألبومه المنفرد وإعلان تعاونه مع كولد بلاي، شوهد جين يغادر إلى الأرجنتين عبر مطار إنشون الدولي من أجل أداء أغنيته القادمة رائد الفضاء أسترونوت في حفل فرقة كولد بلاي بالأرجنتين، ومن المقرر إصدار الأغنية في 28 من أكتوبر. بينما شوهد جون كوك صبيحة يوم الاثنين 24 من أكتوبر في مطار جيمبو الدولي متجها إلى قطر من أجل جدول الترويج لكأس العالم قطر 2022، وسافر جون كوك بطائرة خاصة، وتم الترحيب بجون كوك في قطر ترحيبا حارا استقبل بإهدائه باقة من الورود. وقبل أشهر كانت فرقة بي تي إس قد أطلقت أغنية يتوكام بالتعاون مع شركة هيونداي، الأغنية المخصصة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر التي من المقرر أن تنطلق رسميا في 20 من نوفمبر حتى 18 من ديسمبر. وأغنية يتوكام لم تكن ضمن الأغاني الترويجية لكأس العالم، وإنما تعاونا مع شركة هيونداي التي تعتبر فرقة بي تي إس سفيرا لشركة هيونداي. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد أصدرت قبل أسابيع الفيديو الترويجي لآخر أغاني الرسمية لمونديال قطر 2022 من أداء فنانين عرب، وهن نورة فتحي، منال بن شليخة، ورحمة رياض وبلقيس، احتفاء بهذه التظاهرية الكروية بعنوان Light the Sky بما معناه قناديل السماء. وكان من المتوقع أن تحطم هذه الأغنية أرقام قياسية خيالية من المشاهدات، لكنها فشلت فشلا ذريعا مقارنة مع الأغاني الرسمية لكأس العالم النسخ السابقة، حيث لم تتعد أغنية Light the Sky 11 مليون مشاهدة خلال 3 أسابيع. وبعد فشل أغنية قناديل السماء، كشف رضوان المدير التنفيذي للترفيه الإبداعي بالفيفا بأنه سيجري محادثات ولقاءات مع مجموعة من الفنانين لإصدار أغنية افتتاح كأس العالم قطر 2022، ولم يعلن رضوان رسميا عن اسم الفنان. وبعد مشاهدة جون كوك متوجها إلى قطر، فالأرجح بأن جون كوك هو الفنان الذي سيقدم العرض الافتتاحي لكأس العالم قطر 2022.